لا غريب الحق. تعرف يا كابتن اللي ما يعرفك سمعتي ايش فيك طالع؟ الله غالب يا وليدي، بلي هكاك بلي، وصلت حتى لحد الادمان وما حبيتش نبرة الا غالب. وانتي نحلف عليك من الشهاده نتاعك ما حليتش كتاب. هكا يا كابتن هكا، شفت كيفاش غلط فيا؟ انا ايه فهمت عمو طالع، غير توا بغلاء الاسعار هذا وحده يحبذ ياخو سكر حليب خبز. هذا اذا شريته باهي سيدي، اي هات من الاخر شنو تحب. باهي كابتن، عندي شويه مؤاخذات عن نظام جديد شكلا ومضمونا، يعني اليوم ما نجمتش نحكي معاك بحكم ظروف الانتحار اللي عشناه. اما الان وقد حان الاوان. يا حدينا قلت يا كابتن شبيك حليت محاضره، هات من الاخر. من الاخر كابتن باش نحكي لك على حصه السبور متاع غدو. شبيهم؟ لا لا ما بها شيء، شكون فينا ما يحبش يعمل سبور؟ السبور باهي، اما يعني اشكال متعلق بشخصي الكريم. شبيك بابا، عندك هشاشه العظام؟ ها كابتن، ملي انا صغير في الليسي وفي الكوليج ديما في سبور ديسبونسي، وشفته حتى من العسكر طلعت انابت. تيتي في الدنيا انابت خلي في العسكر. هكا يا كابتن والله عندي الفتق. عادينا قلت علاش هكا، معناتها ما لقاوش حل بيناتنا. قسما عظما، مش كي يبدا عندك فتق ولا هشاشه العظام كي تبدا تزحف على الاربعه. الرياضة واجبة على الناس الكل وبدون استثناء. حتى انا سي عبد المجيد؟ لا. انت باش نكلفك بمهمة اخرى. بالستاتيستيك. باش تراقب لي الناس اش قاعدة تعمل، اللي تفنيان الكوراجو كذا، وتعمل لي رابور كوتيديان. داكوردو؟ فوالا. لا امل معناه. لا امل. باهي يا ليلتكم زين. ايش جاي 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 لهنايش؟ اسمعني، هالشي هذا بتاعك؟ هو هو يا تتا، فركس عليه انا بيدي. سوبرمان. بالله سمح لي سؤال. اي تو عندك الشورت متاع سوبرمان وتحب ما تلعبش الرياضه؟ عزيز علي ذا يا كابتن، اسمع، كان عجبك وحلى في عينيك تنجم تاخذه، راه ما يغليش عليك. شد يلا. باهي باهي تصبحوا على خير. كابتن بالله سؤال اخير، ما تراش انه سوء التغذيه ذايا اللي نعانيو منه في المملكه نتاعكم ينجم ياثر علينا في الحصص الرياضيه؟ وطنجره المحمص اللي هرستها اليوم. هرسها الهزها. امان في مظريف ولا شقاله؟ هي عندك الحق محمص، تو تذكرت. اما تعرف انت تفدلك بها يا كابتن، ميسي وما أدراك قال لك الكوب دي موند الاخر هزها خاطر المحمص، قال هي لي صاحبي هذي. هيا ليلتكم زينة. يلا يلا وعد ربي وعد ربي. No comment.